في ظل تعنت جيش الاحتلال وإصراره على إجراء عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية وتجاهله للتحذيرات الدولية من خطورة تلك الخطوة على حياة أكثر من مليون نازح فلسطيني، تزايدت الخلافات بين إسرائيل وحليفتها واشنطن التي أصبحت تواجه ضغطاً كبيراً بالداخل بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة. موقع أكسيوس الأمريكي كشف نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أن الخلافات وصلت إلى حد وقف إدارة الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي شحنة ذخيرة أمريكية الصنع كانت متجهة إلى إسرائيل، وهي واقعة تعد الأولى من نوعها منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي. الولايات المتحدة التي قدمت مليارات الدولارات لإسرائيل لدعمها في حربها على غزة رفض بيتها الأبيض التعليق على قرار وقف شحنة الأسلحة لتل أبيب، بينما أثارت تلك الأنباء حسب ما أكد موقع أكسيوس المخاوف داخل الحكومة الإسرائيلية، وجعلت المسؤولين الإسرائيليين يرغبون في معرفة أسباب تلك الخطوة. يبدو أن القلق الأمريكي من اجتياح جيش الاحتلال لرفح الفلسطينية هو ما دفع واشنطن لتعليق شحنة الأسلحة لإسرائيل من أجل الضغط على تل أبيب للتراجع عن تلك الفكرة. التظاهرات الداعمة للفلسطينيين داخل الولايات المتحدة شكلت بعض الضغوط على بايدن وأثارت المخاوف لديه من خسارة تأييد الأمريكيين المنددين بالعدوان على غزة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.